من جهتها قدمت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى 19 تقريرا خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، حيث بحثت اللجنة 18 مشروعا بقانون واقتراحين بقانون ومرسوما بقانون واحد، وذلك خلال 29 اجتماعا عقدتها اللجنة عن طريق أنظمة الاتصال المرئي عن بعد وبمشاركة عدد من الجهات المعنية في القطاعات الرسمية والخاصة والأهلية. وفي هذا الصدد بين الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس في اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن اللجنة أقرت عددا من القوانين الهامة، أهمها القانون البحري وقانون الأصناف النباتية وقانون البيئة. في هذا الدور ناقشت اللجنة عديد من الموضوعات وعقدت من أجل ذلك 29 اجتماع ناقشت فيها 21 مشروع بقانون ومقترح ومرسوم، منها 18 مشروع بقانون اقتراحين ومرسوم واحد. كانت هذه المناقشات بحضور المعنيين من الجهات الحكومية والأهلية أحيانا، والتي حرصت اللجنة على دعواتهم للاستماع إلى، وهذا دليل على حصل المجلس على التعاون التام مع السلطة التنفيذية والحكومة المقررة في إقرار هذه المشاريع. من أبرز التشريعات التي انتهت منها اللجنة في هذا الدور أذكر منها ثلاث فقط، هي البحري المكون 388 مادة، والذي يعد من أهم وأكبر القوانين التي ناقش المجلس. هذا القانون يتعلق بجيل السفن الكبيرة والسفن الملاحة البحرية والتأمين البحري، بحيث يحقق لمملكة البحرين الاستفادة من وضعها الجغرافي في مجال الثروة والنقل البحري. أيضا ناقشت اللجنة وأقرت قانون حماية الأصناف النبية المرافق للمرسوم بقانون رقم 36 2018، والذي يتألف من 46 مادة تتضمن إصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية وينبي الاتفاقيات الدولية ويعزز البحث العلمي والاستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية. أيضا اللجنة ناقشت وانتهت من قانون البيئة الذي يتسع الدولة من خلاله إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة يضمن استدامتها وحفاظها.